الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، القرآن جبي تذكر خبرونا دا يا عربي جبي تذكر خبرونا دا منار إسلامي راديو تخطاص تا أولاندكي بدي خبرونا كي مقرر كتاب العربية بين يديك دير لسمي برخي ترسيد ليو العالم الإسلامي تر عنوان لاندي زمن قصتاسو دا غبر خاجريان لري شبقاويين درس ملاحظة نحوية دا العالم الإسلامي تر عنوان لاندي بغاتك وملاحظة نحوية ورك عنوان لرو بدي عنوان كي ممخي هم يا دا ونكريوا جي دا عربي جبي دا جرامر تسخى مخبروي دا عربي جبي دا جرامر يا دا نحوي بتلاو باني من قطاست معلومات راكوي نبيامي وقاعدة واخستا وقاعدة تي عنوان ورقلو الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة الذي قاعدة عنوان شو بيا قاعدة راكوي قاعدة مبتير درس كي واخستا دا قاعدة عروان دري برخي يا دري قسم مثالون راكوي زكا منغو تاسو دري قسم قاعدة اخسو منغو تاسو داويدو چي كلا كلا فعل مضاري پوري تلالي وي چي الف الاثنين ور پوري وزي شوي وي او كلا كلا واو دا جماعت ور سر وزي شوي وي او کلا کلا یاد مخاطبی ور سره یوزی شوی وی نو ده هر یو ده پارا جدا جدا حالت بیا منگو تاسو ویلیو چه اعراب بیتنگوی اعرابی منگو تاسو پدریو حالاتو کی ویلیو چه یا با حالت رفعی وی یا با حالت نصبی وی او یا با جزمی حالت وی یا سکون حالت بوی نو منگو تاسو بیا پا مختلف گروپونو مندی مثال نراکوی کخپلو کتابونو تزیر شو نو لیکی الف بیا دویمه قائمه یا دویمه برخه کی مثالونه راکوی اغی تا د با نمبر ورکوی په حروف باندې نمبر ورکوی الف با جیم د با حرف لاندی چې کوم مثالونه راکوی دا ټول حالات نصبی دی د اعراب حالات نصبی دی معنی دا چې زور بلری منصوب دی یا زور لری اخیره کی پی فتحه ده خدا چه فتحه چنگه ظاهره گی یاد دلیکل شوی یاد دلیکل شوی اغا منگو تاسو قاعده که خستیو کنم چه ترفعو بی ثبوت نون حالت رفعی کلوی کل چه نون ثابت توی او باقی پاتیوی پا کلمه کی لکه تدروسانی یدروسانی یدروسونه دا پا آخره که نون چرا غلی الف نون واو نون تر آخره دا داغي نون ثبوت منغو تستوائي چه دا حالات رفعي ده دا نون پو دي باني دلالت كي چه دي تا حالات رفعي ويلكي هاري جبه خبال گراماري وصول دا دا عربي جبه دا گرامار دا وصول وصخايا واصل لي چه کلم منغو تاسو پا افعال خمسة وكي وايو چه حالات رفعي ده نو بايد منغو تاسو وي چه ترفعو بثبوت النون داغا چه کلا نون ثابت وي دا كلمة پا اخيرا كي ام داي حالات رفعي ده بیا منگو تاستا وی چه حالات نصبی بای چنگا پی جانو چه دای حالات نصبی ده زور با پیوی که نه خاصی علامی لری نو بیا منگو تاستا وی چه نه حالات نصبی بی حذف نون کلا چه نون حذف شی مخی دادینا نواصب حروف داخل شوی یا آغا حرفونا چه آغا پا فعل بانی داخل شی بالخصوص فعل مضاری بان داخل شی فعل مضاری آخرانی حرف تا نصب ورکی یا زور ورکوی خود اغا نصب کل ظاهری وی بخی موتای گورو چی زور وی پی عملا کل حذف دنون رازی پا افعال خمسه وکی نون چی حذف شی مانا دا چی دا منصوب دی حالات جزمی ام دا رقم تا منگو تاسوایو دنون پا حذف پانی رازی خوب دا حالات نصبی و دا جزمی بی فرق چشونو دلتم نون حذفیگی التم نون حذفیگی چنگا بی پی جنج دا حالات جزمی دی او دای حالات نصبی دی کلا چی پا فعل مضاری باندی حروف نصبه یا اغا حرفونه چی پا فعل مضاری باند داخل شی او دا فعل مضاری آخرانی حرف تا نصب ورکوی دا پی داخل شوی او نون حذف شوی او نمونگو تاسو چی دل تا دا دی نون حذف چا مانا ورکوی دا مانا ورکوی چی دا منصوب دی حالات نصبی دی او کلا چی پا فعل مضاری باندی
جوازين داخل شو يا أغا حرفونا كي أغا بفعل مضارع بعد داخل شو أو فعل مضارع أخيراني حرفتا جزم يا سكون ورقوي نبيع من قوتا سوايو كي دلتا دنون حذف دا جزم معنا ورقوي معنا دا حالتي جزمي دي يا دا سكون حالت نو دا داخل شو حرف دا نيقاني من قوتا سو فرق كوليشو رازو مثالوني أخلو لمره دا الف قائمه خو مخي اخستي و خود درس د لاخه وضاحت د پاره یوزل بیا زر زر تکرارو لمړی حالت منغو تاسو ته حالت رفعی را کوي چې هغه ثبوت د نون دی نو منغو تاسو انتما تدرسانی تاسو دواړه درس وایي زده کړه کوي هما یدرسانی هغه دواړه زده کړه کوي یا درس وایي هم یدرسون هغه ذکر کوي مخکینه تثنیه او دو کسان او د ورستنی بیا جمع ده هم د جمع د پرازی هم د تثنیه د پرازی دو کسان هغه دواړه هم هغوی انتم تدرسون تاسی ذکر کوي جمع ده انتی تدرسین تو ذکر کوي یو خزینه ده پر د پنځوړه مثالونه تدرسانی يدرساني يدرسون تدرسون تدرسين بنزور حالات حالات رفعي دي. أفعال خمسة إعرابي حالتي حالات رفعيش ولي زكا ثبوت دنون مخي منغو تصويلو تي ثبوت دنون بأفعال خمسة وكي يدنون باقي باتي كدل بأفعال خمسة وكي حالات رفعي سبت دا خو مخ یخستو رازو با قائمیت یا دویم نمبر مثالون ته چې مونږ تاسو ته د افعال خمسه او حالات نصبی ثابت لومړی مثال دا کوي انتما لن تدرس انتما لن تدرس تاسو کلم زده کړه نه دا کړی تاسو دواړه کلم زده کړه نه دا کړی یا زده کړه نه کوئ کلم تاسو دواړه زده کړه نه کوئ اوس دلته لن د حروف ناصبه او څخه یو حرف دی او په فعل مضارع باندې داخل شوی دی نو موږ تاسو وایو چې په فعل مضارع باندې کله حروف ناصبه داخل شي د فعل مضارع کلمې اخیرنی حرف ته زور ورکړي دلته کور زور ورکړي نه الف دی نو څنګه موږ تاسو وایو چې حالت نصبی دی نون حذف شوی بأفعال خمسة وكي دنون حذف على مدى دو نصبي حالات دبارة أو يدو جزمي حالات دبارة أو فرقي داخل شوي عامل زخاكو كتبت عامل يداخل شوي حرف ناصباوي نمو تسوايو حالتي نصبي كداخل شوي حرف جزيموي نمو تسوايو جلد حالتي جزمي ده جزم دو وجنا بايد اصل خداو چه دا حرف با فعل مضاري بان داخل شو نو بايد اخير تاي فتحة ور کرده وي يأي نصب ور کرده خو چون دلت افعال خمسة دي پا دي كي دا نصب علامة حذف دنون رازي دا نصب علامة حذف دنون رازي دوهي مثال اخلو هما لن يدروسا هما لن يدرس ها غدوارو كلام درس ندهو هم لن يدرسو ها غيطولو كلام درس ندهو انتم لن تدرسو انتم لن تدرسو تاسي كلام زدكرا ندكر يا درس مو ندهو انت لن تدرسي تو خزينة تول تا کلم زده کړه نه دکړي اصل نه تدروسی نه و اصل نه تا انتی لن تدروسی کله چې لن داخل شي نون حذفی او حذف د نون دلالت په نصب باندې کوي اصل نه په تدروسو کې تدروسو نه و او یدروسو کې یدروسو نون حذف شو چې تر څو دا واضح شي چې د حالتی
نصبی دی په افعال خمسه وکي. قد دلته سوال پیدا کېږي چې څنګه بیا د واو نه وروسته الف راوړو وایي تر څو فرق وشي د عادي واو د جمع د واو نه. عربان د عام واونو یا د عادي واو د جمع د واو نه فرق څنګه کوي چې دا کلمې په اخره کې واو د جمع دی او د دغې کلمې په اخره کې عادي واو دی؟ د جمع د واو سره سم یا د جمع د واو نه وروسته یو الف لیکي، اگر که په لفظ کې یا په تلفظ کې کوم تغییر نه راځي خو فرق د جمع او د عادي واو همداسې کوي په الف باندې. هما لن یدرسا، هما لن یدرسا، اصلنا یدرسانی، هما یدرسانی، لن داخل شو، نون حذف شو، حالاتی نصبش، انتما تدرسانی، خو مونږ تاسو شکل لن داخل کو، انتما لن تدرسا، بیا باید نون ونو. دا و پنځه مثالونه چې مونږ تاسو د افعال خمسه او د حالات نصبی دپاره واخیست. رازو د افعال خمسه و حالات جزمی اخلو. حالاتی جزمی اخلو، نو لومړی مثال را کوي، انتما لم تدرسا، انتما لم تدرسا، لم د جوازم څخه یو حرف دی، حروف جوازم څخه یو حرف دی. په فعل مضارع باندې چې داخل شي، په افعال خمسه و چې داخل شي، نو بیا موږ تاسو وایو چې نون د منځه وړي، نون غورځي، او دغه د نون حذف علامه ده د حالت جزمي د پاره. انتما لم تدرسا، اصلنا انتما تدرسان، خو لم داخل شو، نون غورځېدو، او دا ښکاره علامه ده حذف د نون په جزم. دویم مثال راکوي، هما لم يدرسا، هما لم يدرسا، هم لم يدرسوا، هم يدرسون، نموتس لم داخله، هم لم يدرسوا، هم لم يدرسوا، انتم تدرسون، ازو حالات جزمي جوړو، هم لم يدرسوا، هم لم يدرسوا، انتم لم تدرسوا، تدرسون په تدرسوا باندې بدل شو. نما تیرو مثالونه په شکل باندې، انت لم تدرسي، انت لم تدرسي، دا درې قسم مثالونه چې موږ تاسو د قاعدې د لاخه وضاحت لپاره واخیست. الله تعالی دې وکړي چې د عربي ژبې د ګرامر په دغه لنډه برخه مو سر ښه خلاص شوی وي او استفاده مو ترې کړې وي. د عربي ژبې په زده کړه کې د عربي ژبې د نحو او د صرف رول ډېر زیات دی او ډېر مهم دی. که مونږ تاسو کتاب ته ځیر شوي یاست، دا به مو جوته کړې وي چې کتاب وخت تر بله په مختلفو پنځو مهارتونو باندې کار کوي. وخت تر بله په مختلفو پنځو مهارتونو باندې کار کوي چې مونږ تاسو یې مخکې بار بار یادونه کړې. د هغې پنځو مهارتونو څخه یو یې د عربي ژبې د ګرامر مهارت، او دا د کتاب امتیاز او ځانګړتیا ده چې لږ لږ وخت په هر درس کې خاصو مهارتونو ته ورکوي. باقی فقط اشارات کوي کتاب زده کوونکي ته او د عربي ژبې مینوال ته، باقي زیات کار باید زده کوونکي وکړي. من حيث نمونه مونږ تاسو افعال خمسه واخیستو، او د افعال خمسه و اعراب مو واخیستو، د افعال خمسه و علامه مو واخیستي، زده کوونکي کولی شي چې په مختلفو عربي کتابونو کې د دې مثالونه لا زیات پیدا کړي، تر څو د عربي ژبې د دغې قاعدې سره مکمل او پوره آشنا شي. دا چې د کتاب د اصولو سره سم کلم مونږ تاسو ته یوه قاعده راکړي، نو غواړي چې خپل مینوال او د عربي ژبې زده کوونکي سمدستي پکې ارزیابي او امتحان کړي. نو که خپلو کتابونو ته ځیر شو، مونږ تاسو ته یو تمرین راکوي د قاعدې نه وروسته سمدستي. راځو د تمرین غوښتنه اخلو، وروسته به د تمرین د غوښتنې سره سم د تمرین حل ته راشو. التدريب،
تمرين تمرين غختن لري واي أكمل الفراغ بالفعل المناسب مما بين القوسين كما في المثال. أكمل الفراغ بالفعل المناسب مما بين القوسين كما في المثال. ويلان دي خالي زاي بمناسب فعل بان دكرا دكم زاي ندكرا مما بين القوسين دو قوسون ترمن چكم دو فعل ندر كول شوي تبكي مناسب فعل بيداكرا وبيا بيدا خانة خالي دكرا. من حيث نامونا يو مثال در كوي حكم و تسخبل كتابون تزير شو دلتا دي مثال نعلا و يولس مثال نراكوي يولس خانة خالي لريدا ده هاري جملة مخامخ منغو تستا ده قوس پا ما بين كي دوا دوا لغتو نراكول شوي تا مناسبة كلمة پا ده غدوا و لغتو نكي پیدا کرا گورا تيري قاعدية تا گورا او ده قاعدية تطبيق دلتا كوا نو تا گورا چه قاعدية تطبيق سرسم كما كلمة يا كم لغت دلتا سمون خوري اما مناسبة كلمة رخلا او خانة خالي بي داكوا لمرة مثال منغو تاستر اكوي محمد وخالد خانة خالي تكي تكي الماء محمد وخالد خانة خالي تكي تكي الماء بي بين قوسين دوا لغتون اكوي تبكي مناسبة كلمة بيداكا يشربان او يشربا يشربان او بل يشربا تبكي مناسبة كلمة بيدك داخل مونغو تاسو مثال راكول شوية يشربان ندي خانة خالد بارا مناسبة كلمة درازو جملة جولو محمد وخالد يشربان الماء معناه مفهومي ومحمد او خالد دوارا وبسقي يشربان تثنية محمد او خالد دوا بعد التثنية ورطة استعمال شي يشربان افعال خمسة وتسخي وفعل ده يفعلان بوزن ده مخي من قطاسو افعال خمسة قصي وكنا يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون او تفعلين يشربان بديزكي ده يفعلان بوزن ده افعال خمسة وتسخي وفعل ده نمن تصوي ترفع بثبوت النون حالات رفع له ده قاعده شو ده قاعدين على وكم تصوي ام ده جمله زمن استاذو ده جمله ذخيره بي ولا كول شيء كثير تاي من تصو بيا دو يدك متصو هيت محمد او خالد نم ناخذ احمد ومحمود وي احمد ومحمود يشربان الماء دهو من حيث نمونا من قطاسته مثال راكول شو ده مثالنا علاوة يقول الجملة راكول شو يرازو هارا جملة ده تمرين ده غختن سرسم ده خانة خالي ده پارا مناسب فعل پیدا كو رازو دوائما جملة اخلو الطلاب لم خانة خالي تكه تكه الدرس الطلاب لم الدرس بدو كلمة راكوي يكتبون او يكتبوا يكتبون او يكتبوا نمونغو تسوايو الطلاب لم يكتبوا الدرس يكتبون سين رازي ولي زكادلت لم داخل شويده با افعال خمسة وباني او كالت لم بفعل مضارباني داخل شي نمونغو تسوايو چه دا دي دا پارا چه ترسو حالات جزمي راشي او جزم ظاهر شنو باید حذف دنون راشی حالتی جزمی بغیر د حذف دنون نه ناراضی نو لم د جوازی متخه یو حرف متصل لم یكتبوا الدرس الطلاب لم یكتبوا الدرس زدکونکو خپل درس نو لیکل زدکونکو خپل درس نو لیکل دريما جملة أنت لن خانا خلي تكي تكي إلى الفصل أنت لن خانا خلي تكي تكي إلى الفصل وس بين قوسين ركبي تحضري أو تحضرين تا
تحضري او تحضرين. ګورو چې مناسبه کلمه په دواړو کې تحضري ده. راځو جمله جوړو. انت لن تحضري الى الفصل. انت لن تحضري الى الفصل معناها مفهومي. تو خزينه توي مؤنث ته مخاطب مؤنث. تو تولگیتا نوی راغلی خزینه توی تا تولگیتا نوی راغلی وزدل تا تحضوری حالاتی نصبی ده ولیزه که حذف ده نون علامه چیه ده؟ حذف ده نون ده. لن پا فعلی مضاربان داخل شده افعالی خمسه و سخه و فعل ده حالاتی نصبی و جزمی حذف دنون مندي رازي نمغو تصوي. أنت لن تحضري إلى الفصل. تدروا ما جملة أخلو؟ لا خانا خالي تكا تكا هنا بيا بين قوسين ركوي يجلسو أو تجلسو. لا تجلسو هنا. لا تجلسو هنا. لم لا دجوازي متخا يو حرف. لا تجلسوا هنا تاسي دلتا مكيني ماني كوي كلا چي دي جوازي متخي يو جزم يو حرف دي جوازي متخي يو حرف بفعل مضاري داخل شي نون دا افعال خمسة و دا منزو لحذفوي او دا دلالت با حالتي جزمي باندي كوي نمونغو تستوائي چي لا تجلسوا هنا تاسي دلتا مكيني حالتي جزمش. بينزم هما خانخالي تكا تكا الآذان بين قوسين دو كلمة راكوي يسمعان أو يسمع. رازو جملة جولو مناسبة كلمة يسمعان هما يسمعان الآذان. هما يسمعان الآذان معناه مفهومي ويهوي دوارا أذان أوري. هوي دوارا أذان أوري. وزلت كما نغتاسو قرو دا أفعال خمسة وإعراب كما نغتاسو أزيها كما نغتاسو إش دا حالات رفعي دي ولذك ثبوت النون ترفع بثبوت النون على مدى حالات رفعي شي دا شي ترفع بثبوت النون تكلا نون باقي باتوي نو بيامنغو تاسوايو تي دا حالات حالات رفعي دي شباقا ما جملة أخلو. أنتم لم خانا خلي تكا تكا هنا بين قوسين لكي تأكلون. تأكلون أو بلا كلمة راكوي تأكلوا. تأكلون أو تأكلوا نمونغو تاسوايو تي أنتم لم تأكلوا هنا. أنتم لم تأكلوا هنا. تاسي ودلتا خوراك مكوي اتكلم دلتا خوراك مكوي حالاتي جزمي ده ده أفعالي خمسة حالاتي جزمي والي زكا مونغو تاسو ويلو تنصب وتجزم بحذف النون حالاتي جزمي ده. وما جملة أنتما خانا خالي تكا تكا في المسجد دو كلمة براكوي تصليان أو تصليا. تصليان أو تصليا نبيوايو أنتما تصليان في المسجد. تصليان مناسبة كلمة ده خانا خالي ده براكوولو ده بارا. أنتما تصليان في المسجد معناه مفهومي ويتاسي دوارا بجمات كي المنز بكرة. أنتما تصليان في المسجد تاسي دوارا بجمات كي المنز دا كوي. أتما جملة راكوي أنت خانا خالي تكا تكا المريضة بين قوسين دو كلمة راكوي يفحصين أو تفحصين. يفحصين أو تفحصين نقول مناسبة كلمات تفحصين ده دخان خليل بوراكول دفرة. رزو جملة جلو أنت
تفحصين المريضة، أنت تفحصين المريضة، معناها مفهومي؟ ويتو دكتورتوي ويتو مريضة خزينة معينة كوي، تقوس مريضة خزينة معينة كوي. فحص معناها معينة كوي، تفحصين المريضة خزينة مريضة معينة كوي دكتور دوي. نهما جملة خلو أنت لن بين قوسين دو كلمة ركبي دخانة خالي دبارة تسافرين أو تسافري قرج مناسبة كلمة دخانة خالي دركول دبارة تسافرين. نمو تسوي أنت لن تسافري، أنت لن تسافري معناه مفهومي؟ ويتو سفر مكاو خزينة تواي مخاطبة خزينة لا خز تواي سفر مكاو يتكلم سفر مكاو مزا. وصلت أقول شو بنقول تاسو أفعال خمسة إعرابي حالتي نصبي ولي حذف دنون راغل حذف دنون على مدى ده حالتي نصبي ده بار. لسما جملة خلو هم خنقلي تكا تكا السفر بين قوسين دو كلمة راكبي ده خنقلي ده بار يحبون أو تحبون يحبون أو تحبون. رازو جملة جولو مناسبة كلمة يحبون ده. هم يحبون السفر هم يحبون السفر معناه مفهومي؟ ويهاغوي دياو زينا بل زيتا تاك خواخوي سفر خواخوي هاغوي سفر خواخوي. يولا سما جملة الطلاب لام خانا خالي تكا تكا الواجبة بين قوسين بيليك يكتبون أو يكتبوا. نبيوي الطلاب مناسبة كلمة ورطة يكتبوا ده. الطلاب لم يكتبوا الواجبة الطلاب لم يكتبوا الواجبة معناه مفهومي؟ ويزدكونكو قراني داندا ندلك لي ازدكونكو قراني داندا ندلك لي. أفعال خمسة إعرابي حالتي حالتي جزمي دي أو على مدى جزمي حذف دنون. دول سما واخراني جملة بدي تمرينكي يا فاطمة لا خنخلي تكا تكا هناك تذهبين أو تذهبي ده خنخلي ده تقول ده بارا مناسبة كلمة تذهبي ده نمو تسوى يا فاطمة لا تذهبي هناك يا فاطمة لا تذهبي هناك معناه مفهومي؟ فاطمة ويتو أغل تمزا يوزي ورتخايش أغزيتا مزا خطرناك دي يخنا دي يتسنغ تسنغ تراخيرا خدا ورطا واي جيتا هلتا مزا دو دراكول شوي قاعدي بتالاو باندي يو تمرين چه خفل زداكوون كي دو تيري ورکول شوي قاعدي بتالاو ارزيابي او امتحان ملو زداكوون كي تا خفل عملا ورو خدو چه دو تيري ورکول شوي قاعدين تمرا عقل او تمرا استفادة کريد. نو هر زکون کی تخپل ځان معلومی یا ارزیابی خپل ځان کوي چې د تیر ورکول شوی درس نه څومره اخد او څومره استفاده کړی ده او څومره اخد او استفاده پاتې ده چې باید وکړ. موږ تاسو افعال خمسه په هر تمرین کې وخود حالت د اعراب مو ورته وخودو چې اعرابي حالت کوم حالت رفعي دی حالت نصبي دی او حالت د حالت جسمي طول حالتنا مورتا اخد معنا مو اقرا دا جملو او باید پدیز کی ادوانا اقرام جزمونگ دخبروانی منوالا او ریدن کی کچیب تا داغ جملی او دا دی هم شکل پا نور و تیرشو و تمرینونو کی پا یاد و حفظ کری یادی یاد کری و پا رزینو یو چارو کی استعمال کری یو کرتی خوب پا ام داغ جملو کی دا عربی جبی دا گرامر برخا قوی شوا کچته دا جملې په ورځینو
خبرو کې د خپل مرګلو سره تکرار کړي نو کولای شي تکلم مهارت هم قوي او پیاوړی شي. په یو وخت کې د یو تمرین نه په دوو مهارتونو کې او دوو مهارتونو په قوت کې استفاده کولای شي، ځکه ټولې جملې مفیدې دي. په ورځنیو چارو کې زموږ ستاسو ورته ضرورت پیدا کیږي. کتاب علم چې موږ تاسو ته د هرې وحدې په منځ کې یا د هر درس په منځ کې واړه واړه مختلف درسونه راکوي. نو شپږ اویایم درس د همدغې ملاحظة النحوية تر عنوان لاندې پای ته رسیږي. اووه اویایم درس کې به موږ تاسو ته بل عنوان راکوي، تعبیر موجه. خو شپږ اویایم درس کې څه ټی سره تړاو لري راځو په شریکه سره یې اورو تر څو مو د سماع مهارت قوي او پیاوړی شي. الوحدة الثالثة عشرة، الدرس السادس والسبعون. استمع إلى النص. من الدول الإسلامية: يبلغ عدد الدول الإسلامية في العالم 54 دولة، وسنحدثك هنا باختصار عن دولتين من تلك الدول، إحداهما في قارة آسيا والثانية في قارة إفريقيا. تقع المملكة العربية السعودية في غرب آسيا، وفيها بيت الله الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وهما مكانان مقدسان يأتي إليهما المسلمون من كل بلاد العالم لأداء الحج والعمرة والزيارة والصلاة. كما يأتي كثير من أبناء المسلمين إلى السعودية لدراسة اللغة العربية والدين الإسلامي في معاهدها وجامعاتها. عاصمة البلاد الرياض، وهي مدينة حديثة تضم أجمل المباني. تبلغ مساحة المملكة العربية السعودية 2,250,000 كيلو متر مربع، وعدد سكانها نحو 17 مليون شخص، ولغتها العربية، وجميع أهل البلاد مسلمون، وعملتها الريال السعودي، وهي غنية بالنفط. تقع نيجيريا في غرب إفريقيا، وعاصمتها أبوجا في الوسط، وتبلغ مساحتها 923,768 كيلو مترا مربعا، وعدد سكانها نحو 117 مليون شخص. تصل نسبة المسلمين بينهم إلى نحو 76%، وعدد النصارى نحو 20%. ويعمل معظم أهل البلاد بالزراعة والرعي وصيد الأسماك. تنتج نيجيريا الكاكاو والفول السوداني والمطاط والنفط وغير ذلك. وعملة البلاد النايرة، واللغة الرسمية لنيجيريا الإنجليزية، ويتحدث أهل البلاد لغات كثيرة كالهوسا واليوروبا والإيبو، ويهتم أهلها باللغة العربية وتعلمها. دا وشبقى بهم درس كمنغو تاسو دكي سرط سخوا وردو. الله تعالى دي وكلي كده سماع مهارت كي متغير راغلوي قوي شووي وخبلا مو بهم كار كريوي زمك بو كار باني مو بسنا نوي كلي خبلا خبرا وانا بهم ديزي باني باي ترسو. نورم با الله تعالى سبارم خوخت ولرأي خاد أو برالي وسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترينا بأشياء.